السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنقدم لكم مسرحية سهى ومنى، وسأقوم بدور سهى وزميلتي رنيم حضوري بدور منى، وصديقنا محمد عزيز بدور الراوي. والآن سنصنع في المسرحية. سهى ومنى زميلتان بالمدرسة، تجلسان على نفس المقعد لكنهما مختلفتان تماما. سهى فتاة متكبرة وأنانية، تحب إيذاء زملائها والسخرية واحتقارهم، لذلك لا يتجنبونها ولا يحبونها. أما منى فهي بنية مهذبة ولطيفة، حسنة الأخلاق ومتواضعة، تحب أصدقائها ويحبونها. جلست سهى في جزء من الساحة وحيدة، ولما رأتها منى على هذه الحال اقتربت منها وجلست بجانبها حتى لا تشعر زميلتها بالوحدة. من تدرسين وحيدة يا سهى، هيا نشارك أصدقائنا اللعبة. ماذا؟ تريدين مني أن ألعب مع هؤلاء الأطفال؟ لا يمكنني ذلك، إنهم لا يضاهونني في المستوى. ما هذا الكلام الذي تقولينه؟ نحن إننا أصدقاء، من الطبيعي أن نتشارك في اللعب كما نتشارك في الدراسة. لا يجمعني بهم أي رابط. انظري إلى ذلك المسمى سعيد، لقد تجرأت المرة الماضية وجلس إلى جانبي ولكني لقنته درس. سعيد الولد المهذب ولطيف، إنه صاحب المعدل الأول في قسمنا. ماذا فعلت له يا سهى؟ لقد تعمدت تلطيخ ثيابه بالحبر. ماذا؟ كيف تلطفين ثياب زميلك يا عمدا؟ يا لها من ثياب، إنها أسمال بالية، أنا لا أرتدي مثل هذه الثياب. في ثيابي أنيقة وباهظة الثمن، لكن قيمة الإنسان لا تقاس بملابسي أو بمقدار ما يملك، بل بأخلاقي وبأفعالي الحسنة. لا، أنت واهمة، يقدر كل شيء بالمال، ومن لا يملك المال لا قيمة له البتة، ومن يملك المال يمكنه أن يشتري كل شيء. هذا ليس صحيح، لا يمكن بالمال أن نشتري الأصدقاء. لا حاجة لي إلى الأصدقاء، لقد قاطعت جميع التلاميذ في القصر. لأنك أسأت إليهم جميعا، فزميلنا صالح وصفته بالدب الأحمق، أما سمير فضحكت على شدة هزيله ووصفته بالهيكل العظيم. نعم، الأول بدين جدا وحجمه ضخم مثير للضحك، أما الثاني فهزيله يعطي انطباعا على أنه يعاني من المجاعة. أنت تحكمين على الناس انطلاقا من مظاهره، ولكن الأهم من المظهر هو الجوهر. قد يبدو الإنسان جميل المنظر ولكنه مشوه من الداخل، لا مشاعر له ولا رحمة. لا قيمة لما تقولين، إننا نحكم على الأشياء انطلاقا من مظهرها، إن العالم يبنى على المظاهر. أما ما تقولينه حول الجوهر وحول المشاعر فهو مجرد تنظير. ستكتشفين حتما خطأ ما تقولينه. والآن سأتركك وأذهب لألعب مع أصدقائي. سوف ألعب وحدي، لا حاجة لي لأحد، لن أكلم أحدا مستقبلا. لم تستطع سهى اللعب وحدها، فجعلت تنظر إلى بقية الأطفال وهم يلعبون بفرح، أحست بحزن لأنها لا تستطيع اللعب معهم. نظرت إلى ثيابها الأنيقة وإلى حذائها الجديد وتساءلت ما إذا كان لباسها يجعلها سعيدة، وعرفت أن السعادة لا يحققها اللباس الأنيق والمال الوفير، لأنها تملك كل ذلك لكنها ليست سعيدة. لاحظت متى رغبت سهى في اللعب مع أصدقائها وترددها خوفا من رد فعلهم، فتقدمت منها قائلة: كوني شجاعة يا منى واعتذري إلى أولئك الذين أسأت إليهم، والأكيد أنهم سيسامحونك وسيلعبون معك. سوف أفعل، لا أريد أن أظل وحيدة، أريد أن يكون لي أصدقاء. أنت محقق يا منى، الصداقة شيء ثمين جدا لا يقدر بثمنه، وبحسن المعاملة والأخلاق الطيبة تبنى الصداقة وتزدهر فتثمر. والآن بعد أن أتممنا المسرحية سنطرح عليكم بعض الأسئلة. Thank you.
السؤال الأول، من هو الشخص الأفضل؟ هل هو صاحب الأخلاق الرفيعة أم المتكبر عديم الأخلاق؟ صاحب الأخلاق الرفيعة. الشخص الأفضل هو صاحب الأخلاق الرفيعة. السؤال الثاني، ما هي الصفة الأفضل؟ هل التواضع واحترام الآخرين أم التكبر والسخرية من الآخرين؟ التكبر والسخرية من الآخرين. الصفة الأفضل هي التواضع واحترام الآخرين. ما الذي يحدد قيمة الإنسان؟ قيمة الإنسان، هل هي جوهره أم مظهره؟ مظهره. لا يحدد قيمة الإنسان بمظهره بل بجوهره. السؤال الرابع، كيف نكتسب الأصدقاء؟ هل بمعاملة الآخرين بأدب واحترام أم بإساءة معاملة الآخرين واحتقارهم؟ معاملة الآخرين بأدب واحترامهم. نكتسب الأصدقاء بمعاملة الآخرين بأدب واحترامهم. السؤال الخامس، ما الذي يجعلنا سعداء؟ هل بالأصدقاء المخلصين أم باللباس الأنيق والمال الوفير؟ اللباس الأنيق والمال الوفير. ليس المال اللباس الأنيق والمال الوفير ما يجعلنا سعداء، إنما الأصدقاء المخلصون. سؤال السادس، ماذا تريد أن تكون؟ هل تريد أن تكون متأدباً أم سرياً؟ متأدباً. لا أريد أن أكون سرياً بل أريد أن أكون متأدباً. إذن وقع خلاف في بعض الأمور. أي في هذه الأخيرة، واحد يعيط من غادي واحد يعيط. الذي هو اللي قال إذن الخلاف يمكن أن نناقشه الآن. مثلا فيما قدمت هناك مسألة أن يكون متأدبا أو أن يكون ثريا، ما رأيك أنت في هذه المسألة؟ يجب عليه أن يكون ثريا. أنت ترى أن يكون ثريا أفضل؟ لماذا؟ لأن المال الكثير يمكنك أن تشتري كل شيء أفضل من أن حتى الأصدقاء. حتى الأصدقاء لا يؤمنوني فيهم بل ثرايا كل ما أريد. وأنت أحمد ماذا ترى؟ أنا أوافقها أيضا في مسألة أن تكون ثريا، فالثراء يمكنك أن تشتري به كل شيء وتحقق أحلام. هل يكسب الأصدقاء الثراء؟ لا يكسب الثراء الأصدقاء. وأنت ماذا ترى؟ أنا أريد أن أكون متأدبا لأن الثراء لا يعبر شيئا عن الصداقة، لأنه يكسر المحبة بين الأصدقاء ولا يترك بقية الأصدقاء متواضعين مع بعضهم البعض. بي أحسنتم، شكرا لكم. وقعنا في مسألة خلاف أخرى وهي أو تذكرونها؟ الجوهر، فما شكون قال الجوهر وفما شكون قال المظهر. إذن الجوهر والمظهر، من يذهب مع الجوهر؟ من يقول بأن الجوهر أفضل؟ أنت؟ الجوهر أفضل من المظهر. المظهر. لماذا؟ لأن الجوهر ما يمكنه الناس لبعضهم البعض من حب واحترام، الناس لحب بعضهم لبعض والاحترام. من يرى غير ذلك؟ أرى أن المظهر أفضل، لأنها ما هي فائدة الجو بل المنظر الأنيق والأفضل، هو الذي يجلب الاحترام وتقدير الناس. يجلب الاحترام وتقدير الناس وحب. معقول. نعم. وأنت أحمد ماذا ترى؟ أنا أرى أن المظهر أفضل من الجوهر، فالمظهر هو ما يقاس به الإنسان.
حسين. عجبا. نعم. أنا لا أوافق صديقي أحمد أحمد حمدي وأحمد حدود، لأن المظهر ليس فيه أي شيء. هل هو سوف يكسب المحبة بين الأصدقاء أم ماذا؟ هل سيكسب المحبة بين الأصدقاء أم ماذا؟ إن الجوهر هو الذي هو الأهم. هو الأهم، لأنه يعطينا الاحترام ومحبة الآخرين لنا. وأنت ماذا ترى في المسألة؟ أقنعني صديقي أنس بأن الجوهر أهم من المظهر. وأنت ماذا ترى في الأمر؟ أرى أن المظهر أحسن من الجوهر، فإن المنظر يجلب لك الأصدقاء، أما الجوهر فما فائدته؟ إذن نكتفي بهذه الآراء، نواصل. إذن شكرا لكم على ما قدمتم يا أصدقائكم، شكرا لكم، انصفوا عليكم.